اول ما صار عليها قدر الله عليها بحادث، واول شيء يعني يأست من الحياه. عام 2008 تعرض اكرم الشعبي لحادث فقد فيه نصف جسده، ومن هنا تغيرت بالطبع مجريات حياته. سعى اكرم للموت عده مرات كما قال، هربا من الحياه الجديده التي اجبر عليها. وبعد فشل جميع محاولاته استجمع قواه وصنع من ضعفه قوة، فأصبح بطلا رياضيا على مستوى الجمهورية. هذه والله يعني أنا قسيته يعني زي ما تقول 5 سنين وأنا مقعقع أسحب سحب، دعيت لله سبحانه وتعالى، يعني كنت أتقرب إلى الله صدق. لأم الله تعالى فكرة حصلت دراجة قيمتها 80 دولار، ونفس الوقت جابوا يعني اشتريتها ب 400 ريال، وجابوا لي فيها 5000 مرض شبيع. وبعدين سبحان الله يعني فصلتها ما نزلك برمتها. بعد أن صنع لنفسه زلاجة للتغلب على إعاقته، واستطاع بفضلها التنقل في شوارع صنعاء، ومن ثم إيجاد عمل بغسل سيارات لكسب قوت يومه، أصبح لأكرم دافع للحياة، ما ساعده على التشبث بها أكثر. حبه اللامتناهي للرياضة خاصة حمل الأثقال جعله يتفوق فيها على الأصحاء في بطولاتهم. ليس هذا فحسب، بل وشغل وقته أيضا بالسباحة. تغلب أكرم على جميع مخاوفه بممارسة الرياضة، بل وصار نموذجا أعلى لباقي الناس من حوله، الأصحاء منهم قبل ذوي الاحتياجات الخاصة. أنصح الشباب يعني لا يهجرش نفسه، يا أخي في هناك نوادي تسجل نفسك بالرياضات، السباحة، في أي شيء، يعني اشغل نفسك يا أخي، حتى يا أخي مسح لك حتى سيارة. إذا أنت معطل لا تخليش نفسك معطل، حتى اطلب الله بسيارة تمسح سيارات. في بلد يبلغ فيه عدد ذوي الاحتياجات الخاصة نحو 3,700,000 شخص، وفقا لرئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعوقين في اليمن، ويعانون من التهميش والخذلان. صار أكرم رائدا بتحدي إعاقته، لكنه لليوم ما يزال ينتظر الدعم لمواصلة رياضته وحياته أيضاً.